بالنسبة للغدوة إن شاء الله الأحد يوم العيد إن شاء الله جعله الله مباركا عليكم وعلى كافة الأمة والشعب التونسي، ستكون أجواء مغيمة جزئيا بأغلب جهات البلاد، ثم تدريجيا تتكاثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال وكذلك الوسط، مع ظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية، وتكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة. بالنسبة لدرجات الحرارة تشهد انخفاض ملحوظ ومحسوس مقارنة بهذا اليوم، وهذا نتيجة لتحول التيارات الهوائية للقطاع الشرقي وبوصول النسائم الشرقية إن شاء الله باش تساهم في تلطيف الأجواء وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها العادية. ونتوقع غدوة حرارة قصوى تتراوح بأغلب الجهات ما بين 29 إلى 35 درجة ما عدا بمناطق الجنوب الغربي وكذلك أقصى الجنوب، حيث تبقى مرتفعة نسبيا وتتراوح إجمالا ما بين 39 إلى 43 درجة. بالنسبة لبداية الأسبوع إن شاء الله يوم الاثنين تقريبا طقس بنفس مواصفات طقس يوم الأحد، وبداية من يوم الثلاثاء ستسجل درجة الحرارة ارتفاع كذلك ملحوظ ومحسوس، وهذا الارتفاع بشي يتواصل أيضا بقية أيام الأسبوع بإذن الله.